مشاهدينا بنرحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنتكلم عن ظاهرة هنعرضها من خلال فيلم أحمر. ظاهرة مش غريبة علينا ومش جديدة، وللأسف لازم هتنتهي يعني، أو لازم تنتهي بقى في وقت من الأيام، لسه ما انتهتش. يمكن الفيلم ده هيوضح لنا أكتر هو بيحكي عن إيه بالظبط. بيحكي عن العنف ضد المرأة، مش بس التحرش أو الاغتصاب زي ما احنا يعني حاطين تايتل العنف ضد المرأة جواه، لكن بيحكي عن أبسط أشكال العنف اللي بيمارسه المجتمع ضد المرأة. الفيلم ده حصل على جايزة من مهرجان سينما الموبايل. هنتكلم عنه بالتفصيل مع ضيوفنا اللي منورنا، مازن لطفي مخرج الفيلم، صباح الورد عليك، وأيضا رضوى حجازي وهي بطلة الفيلم، صباح الورد. صباح الورد، كل سنة وانتم طيبين. اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. لسه كنا بنتكلم على ان موضوع او جمله احنا في عصر المساواه والست بقت زي الراجل، دي كانت موجوده من وقت افلام الابيض واسود. رغم كده لا، ده ما بيحصلش. احنا لازلنا بنتكلم في مجتمع ذكوري، مجتمع متشدد، وبرغم انه ظاهريا قد يبدو انه لا، في جمعيات حقوق المراه وفي الست خدت حقها، بس لما بتلاقي التنفيذ برضو في هوا ذكوري دائما، في يعني بيغلف كل التصرفات او بيغلف طريقه التفكير، وانك تحكمي على المراه داخل المجتمع. فانا عايز اعرف في البدايه الفكره جات لكم ازاي، وقررتوا تعملوا الفيلم ده امتى بهذا الشكل؟ هي الفكره جات لي بصراحه ان هي يعني من برامج كتير الواحد بيتفرج عليها عن اشكال العنف ضد المراه، فحاسس ان الموضوع بقى مستفز زياده عن اللزوم. يعني اللي هو احنا عمالين بنسمع حكايات يعني اللي هو احنا ممكن نشوفها في افلام، بس يعني اكيد دي مش واقع، يعني استحاله ان في بني ادمين بيتعاملوا مع بعض بالشكل ده. فكره كمان ان فكره ان احنا بنتعامل راجل وست، احنا مش بنتعامل كاننا بني ادمين مع بعض، ان احنا مخلوقين زي بعض، لا، في حد اعلى من حد على طول. وهو ده كان هدف فكره الفيلم، ان احنا نبين يعني من اول لقطه في الفيلم خالص احنا بنتكلم ان احنا اتخلقنا اصلا مع بعض. فاحنا اتخلقنا زي بعض، فالمجتمع هو اللي بيحاول ان هو دايما بيعلي حد على التاني. صحيح. فبيخلي دايما ان في حد هو المجتمع ولا الفكر، يعني خلي بالك، يعني عايزين برضو نوضح، مش كل المجتمعات فيها الكلام ده، ومش كل النماذج عندها عدم مساواه بين الرجل والمراه. حتى لو بنتكلم على عائلات، في عائلات بتقدر تبقى واضحة وصريحة ان في مساواة جدا بين البنت والولد في بيتهم مثلا او في العيلة عامة. فهنا احنا ما بنتكلمش في مشكلة مجتمع قد ما بنتكلم في مشكلة ناس، ولا ايه؟ يعني ولا انت تقصد بالمجتمع هو اللي انا اقصده؟ يعني هل تقصد الاغلبية؟ يعني الاغلبية او بالظبط هي الفكرة، ان انت دايما لما بيبقى في جروب معين، لو انتوا 10 اشخاص وفي مثلا في 6 منكم مثلا بيميلوا للعنف، فالظاهر هيبقى ان كل الناس دي بتميل للعنف، والأربعة الباقيين هيبقوا باصين للناس دي ان العنف مباح. فده اللي بيحصل في المجتمع، ان حتى لو في جزء ان هو بيتعامل بطريقه مثاليه شويه، او حتى بالطريقه الطبيعيه المفروض ان هي الراجل والمراه يتعاملوا ازاي، فدايما هتلاقي ان طالما الشائع ان هو ان احنا متقبلين ده، فدايما هيبقى في احساس داخلي حتى في مواقف بسيطه. ويمكن خير دليل صارف. حتى البنت اللي بتتعرض للتحرش بتخاف تعمل محضر عشان بالزبط. الفضيحه، مع ان ده حقها. ولو عملت بيحصل لها يعني مشاكل اكتر من ما هي ما تعملش اصلا. اللي هو بينتقموا منها، يعني اللي هو ايه ده، انت بتاخدي حقك كمان، انت ازاي تعملي كده؟ ايه اللي استفزك قوي، او ايه القصه اللي استفزتك جدا دفعتك انك لازم تعمل الفيلم في هذا التوقيت؟ هو الفيلم انتاج 2017. هو كان في موضوع عن اللي هو حقوق الزيارة للآباء مع الأطفال، ده كان عامل قلق شوية الفترة اللي فاتت. فكرة إن الآباء بيجوا إزاي وبيتعاملوا إزاي مع المفروض اللي كانوا زوجاتهم، المفروض إن هم بيتعاملوا معاهم إزاي، والموضوع بيحصل فيه ضرب وإهانات، ويعني وكمان ده إحنا بنلم أصحابنا كمان إن هم يعني يهجموا على المرأة. يعني الموضوع بقى في واقعة محددة استفزتك قوي؟ هو واقعات يعني سمعتها من ناس مرت فعلا، حاجات حقيقية كلها، بالتجارب دي. فحسيت اللي هو يعني لا، يعني هو ما ينفعش بقى ان احنا يعني نغطي، او حتى واحنا قاعدين يعني وانا قاعد بتفرج بقول طب ما هو اكيد مليون حد عمال بيتفرج بيقول طب ما هو ده عادي،
طب فرق الفريق العمل بقى يعني انت ورضوى بدأ يعني ازاي اقنعتوا رضوى بقى عايزين نروح لرضوى احساسك كان ايه رضوى وانت تعملي تجربه زي دي هل كان جديد عليكي اصلا ولا لا وانا زي ما شفنا في اللقطه اللي كانت معانا احنا لسه طبعا الفيلم مش هيتحرق عشان داخل في مهرجانات كتير بس عايزه اسال احنا كنا دايما العنف عندنا متركز في حته يا تحرش يا اغتصاب واضح ان الفيلم متناول حاجات كتير زي ما مازن قال كمان ده متناول موضوع حاجه جديده بقى خالص اللي هو حق الزياره او حق ان الواحد يشوف ابنه او ياخده يستضيفه مثلا يومين يعني بناء على القوانين احكي لي عن التجربه دي وعشتيها ازاي وقبلتي اصلا الفكره ازاي لا قبلت الفكره ده يعني من اول ما سمعت عنها يعني اول ما مازن قال لي انا بالنسبه لي كان يعني الله دي اول تجربه ليكي في التمثيل يعني ولا مثلتي اعمال قبل كده مثلت قبل كده افلام قصيره وتعاملت مع مازن قبل كده مش اول مره بس الفكره دي كانت يعني بصي احنا مش هنقدر ننكر ان في حاجه ظاهريا اللي احنا بندعيها اللي هو حقوق المراه والناس اللي بتدافع عن حقوق المراه بس كل ده كلام النقطة على الورق زي ما بيقولوا لا كلام يعني عايز اقول ده مش الواقع اللي احنا مش الواقع عايشينه ومش بادئ من تحت وعمرنا ما هنغيره واحنا بنتكلم في المؤتمرات يعني انت مش هتغيريه ابدا وانت قاعده بتتكلمي في الصحافه وفي التلفزيون وفي المؤتمرات فدي ثقافه شعب ثقافه ناس اللي يقدر يغير ثقافه الشعب هي دور القوى الناعمه اللي هو دور حضراتكم بالظبط يا اما توعيه من تحت يعني اما توعيه مجتمعيه من الاول خالص من البنيه الاساسيه بالظبط في البنيه الاساسيه يا اما الاعلام يعني الفن الفن اللي هو بيوصل في اي حته يعني اللي هو انت بتقدري تعدي بيه حواجز وتوصلي بيه لاي حته طب ما تحكي لنا تناولتوا الموضوع ازاي وطرق العلاج تناولنا الموضوع ازاي بس هو كان اجمل حاجه في الحدوته وفي الفكره بتاعت مازن ان هو مش عايز يقول يعني الحته اللي اتعرضت دي اخر حاجه دي الفاينل اللي وصلنا لها في الاخر لكن من بدايه الفيلم احنا بنتكلم عن النظره عن انها مش عارفه تقعد ان حد بيبص لها بطريقه بتقتحمها وفيها عنف انت مش عارفه تعيشي براحتك يعني في اوروبا في حاجه اسمها تحرش بصري القصه مش قصه ما فيش يعني يعني هو في الدنيا في حاجه اسمها تحرش بصري صحيح احنا عندنا التحرش لما يمد ايده بس انما اي حاجه ثانيه عادي بقى يبرق لك بصي دايما يبرق لك يعني واحد متنح لك كده ده عادي ببص اللي هو ايه انا حر وبعدين ايه انت بصي انت اللي لابسه كده لا وبعدين تقولي انت اللي جايبه لنفسك انت اللي لابسه كده انت اللي عامله كده انت بتبص كده ليه حد جه جنبك انت جايه هنا ليه كده يعني اللي هو ايه اللي وداهم هناك ايوه الفكره السائده ايه اللي وداهم هناك هي امال هي نازله كده ليه اصلا امال هي حاطه ميك اب امال هي بتعمل كده ليه ما هي اكيد عشان عايزه تتعيش للاسف كده مرتبطين ده عنف بشع صحيح ده مش عنف بس ده عنف فكري يعني هو ده عنف اصلا في الفكر نفسيا انت لو اتضربتي ممكن تردي الضرب صحيح لكن ده انت مش عارفه هو ده الفكره الاساسيه للفيلم ده اللي ركزتوا عليه انه لا يا جماعه التحرش على فكره بالظبط ان التحرش مش معناها بس ان انا بمد ايدي او كذا لا هو ممكن يبتدي بحاجات الحاجات البسيطه على فكره هي اللي بتبقى اقوى القصه والسيناريو والحوار لهذا الفيلم مازن مازن انت قايم بكل حاجه يعني قصه وسيناريو وحوار واخراج ادوار مختلفه يعني ايه سينما الموبايل يعني عايزين نتكلم عن المهرجان شروط التقديم يعني الموضوع جه ازاي والصعوبات لواجهتك هو المهرجان دي الدوره الثانيه دي هو فكره ان هو مهرجان سينما الموبايل على اساس ان يبقى اسهل ويشجع الناس ان تصور بالكاميرا الموبايل بالكاميرا الموبايل هو مش محتاج امكانيات كبيره ويقدر ان هو يبين فكره العنف ضد المراه وازاي ان احنا ممكن نواجهها بحلول ذكيه شويه هي مؤسسه المهرجان استاذه عزه كامل وكانت العروض في سينما زاويه كان هي الصعوبات اكتر كانت في صناعه الفيلم ان هو ان في الموبايل بيفرق شويه عن الكاميرا العاديه ان ما بقدرش استخدم اضاءه صناعيه شويه لان الكواليتي نفسها بتبقى بتاعت الصوره فيها مشكله زي كان ان الضوء بيفرق على تون السكين نفسه اصلا بيعمل كونتراست عالي قوي لازم اعتمد على اضاءه طبيعيه اكتر ليه سميته احمر هو اسم احمر ده لان يعني كنت عايز ابين ان العنف من اول الفيلم الاحمر بياخد تدريجات لغايه ما بيوصل للاحمر الصارخ فكل احمر بيتدرج
حتى الفيلم فيه فواصل، كل مرحله هي بتجسد مرحله عنف معينه بلون بدرجه معينه من اللون الاحمر. الاحمر ليه كذا دلاله، احمر دليل على الدم مثلا، دليل على العنف، الاحمر مرتبط بالعنف على الغضب، والغريبه ان الاحمر مرتبط بالحب برضه، يعني هو سلاح ذو حدين. احنا قررنا ان احنا نلعب بيه شويه. طب مازن، انتوا كنتوا بتتنافسوا مع 26 فيلم، تمام، خدتوا افضل جائزه، يعني افضل فيلم. احكي لنا اللحظه دي، يعني احكي لنا برضه، عايزين نعيش الجو شويه معاكم. لحظه مؤثره جدا. هو احنا ما كناش متوقعين يعني انا ما كنتش متوقع خالص ان الفيلم حتى ان هو ممكن يتعرض حتى، وكنت خايف جدا يوم العرض، لان الفكره بتاعته ايه معايير وشروط فيلم سينما الموبايل؟ يعني مدته قد ايه المفروض يبقى؟ هو المده ما تبقاش يعني اقصى حاجه مثلا هيبقى ربع ساعه او حاجه، ده الفيلم القصير عامه، بحيث ان هو ما يبقاش طويل قوي. لازم كمان شروط المهرجان ان احنا لازم نبقى ماشيين مع معايير منظمه الامم المتحده برضو، ان ما يبقاش في عنف صارخ في المشاهد. يعني احنا بنواجه العنف، فمش لازم نواجهه بنفس الطريقه. زائد بقى ان حاجات بقى في صناعه الفيلم نفسه، ان هو بالموبايل، ولازم يبقى في شروط، يعني ما ينفعش استخدم كاميرات ثانيه وهكذا يعني. بس هي اللحظه اللي هي بتاعه الفوز نفسها، الجايزه بقى، لحظه يعني الجايزه. احنا نفسنا احنا لغايه الجايزه الثانيه، يعني هم بيقولوا الجايزه الثانيه، احنا كنا بنقول طيب خلاص اوكي، يعني كفايه ان هو يتعرض. فلقينا ان هو يعني ان هو فاز، واحنا كنا عاملين الفيلم بقصد ان احنا عايزين نبين، بالرغم ان المشاهد سريعه، وبالرغم ان في ناريشن، وبالرغم ان هو ان مجرد ان احنا بنشوف بس، مش بنسمع حتى كلام الناس دي، ان هو ان احنا كاننا بنتفرج على اعلان، وكاننا بنقول للمجتمع ده اللي انتوا وصلتونا ليه، ان احنا من كتر ما احنا اتقبلنا العنف، فبقى بالنسبه لنا الفيلم اللي احنا شايفينه ده اصلا عادي. بقى عادي. هي دي كانت النقطه فعلا. فاحنا كنا خايفين الفكره دي هل فعلا ممكن توصل ولا لا. ايه اللي جاي بالنسبه لك الجديد اللي بتحضره؟ داخلين فيلم ان شاء الله برضو. يعني قريب برضو يعني، وفي افلام خاص ايضا بقضايا المراه والعنف ضد المراه. لا، هيكون حاجه تانية خالص. وفي فيلم طويل ان شاء الله بنسمع. مش فيلم قصير يعني؟ لا ان شاء الله. رضوى، مسرح ان شاء الله، وافلام برضو قصير. دي هتبقى اول تجربه مسرحيه ليكي؟ لا لا، مثلتي مسرح؟ انا اصلا شغاله مسرح. طب هايل، نورتونا، واحنا سعداء بان احنا بنحتفل بفيلم فاز اول يوم في السنه الجديده، وكل سنه وانتم طيبين. انا حابه بس اصبح كمان على حسام قنديل، الطرف الثالث معانا، الزوج اللي كان قاهرني في الفيلم. اقول له صباح الخير يعني. صباح الخير طبعا عليه، وكل سنه وهو طيب، ونورتونا وشرفتونا. مازن لطفي ورضوى حجازي، صباح الورد عليكم. صباح النور. نشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا، لسه فقراتنا مستمره، خليكم معانا، ولسه معاكم في اول يوم في السنه، وكل سنه وانتم طيبين، خليكم معانا ونرجع لكم بعد الفاصل.